جديدة نتحول مباشرة إلى محافظة قنا. أحمد فرج مراسلنا من هناك ينضم إلينا لإطلاعنا على الصورة بعد مرور ساعتين ونيف على بدء مراكز الاقتراع استقبال الناخبين. تفضل أحمد. بالفعل مرور ساعتين على الاقتراع، وقد نبقى مع الصورة الأهم كما ذكرت في السابق، هو كبار السن الذين يدلون بأصواتهم في هذه الأثناء داخل مدرسة الحميدات الابتدائية التابعة لمدينة قنا، وهي فيها كتلة تصويتية كبيرة للغاية. هذه المدرسة التي تتواجد بها لجنتين فرعيتين، هاتين اللجنتين الكتلة التصويتية لكل واحدة فيها حوالي 5700 صوت. حتى هذه الساعة قد قاربنا 200 صوت في كل لجنة. ما قبل عملية الاقتراع بساعة، أي في تمام الساعة 8، كانت هناك اصطفاف للطوابير في خارج مقرات الاقتراع، ومع بداية فتح مقرات الاقتراع في تمام الساعة 9 نتحدث عن أنه 434 لجنة فرعية خاصة بمحافظة الأقصر أو قنا قد فتحت أبوابها ملتزمة بالتوقيت الرسمي، وهو الساعة 9 حتى هذه الساعة. ولكن كما تنقل لك الصورة، عملية التصويت لا تأخذ فقط سوى أقل من دقيقة. الجلباب الذي يتميز به أبناء الصعيد، بعض الشواهد على العملية الانتخابية من خلال متابعاتي، كبار السن هم من يأتون للمشاركة. كما تنقل لك الصورة في هذه الأثناء أبو زيد على الهواء مباشرة، ولكن المشهد في خارج اللجان الاقتراع وعلى أحد المقاهي التي تواجدت بها بعد فتح باب التصويت، يعني من يدلون بأصواتهم يتجهون مباشرة إلى هذه المقاهي لدعوة يعني من لهم حق التصويت للمشاركة والحث على النزول والمشاركة. وقد تكون شاشات التلفاز وما تنقله من يعني شيخ الأزهر الذي قام بعملية التصويت، البابا تودروس، بعض المسؤولين في الدولة، هي بشكل أو بآخر هي اللبنة لحث المواطنين على النزول. أيضا كبار السن عندما توجهوا إلى هذه المقاهي لحث الشباب، رصدنا نزولا للشباب ومشاركة للشباب في عملية الاقتراع هنا وبجوار هذه المدرسة، مدرسة الحميدات. توجد مدرسة أخرى وهو معهد الأزهري، الإقبال كثيف جدا للسيدات. قد تكون هذه اللجنة مختصة فقط بالذكور، ولكن الإقبال كثيف للسيدات الذين يطغون على المشهد من جديد في الانتخابات الرئاسية. بعض الشواهد أيضا على محافظات الصعيد وتحديدا محافظة قنا التي أتواجد بها الآن، التصويت في الريف بيكون أكثر وبكثافة أكبر من المدن، وهذا ما يظهر في الصورة هنا في محافظات الصعيد، نتيجة لأن الشكل الخاص بالمحافظات بيكون قبلي او عائلي بعض الشيء، فبيخرجوا بشكل جماعي للغايه. اما بعد مرور ساعتين نستطيع ان نقول في مدرسه الحميدات الاقبال بدا فردي بعض الشيء. نعم، احمد فرج من محافظه قنا في اقصى الجنوب المصري. اعود